أثناء درسنا اليوم سوف أقوم بشرح لكم ما هو API Why Then REST API. في البداية ما هو API؟ إذا قمت بترجمتها سوف يتم ترجمتها لك واجهة برمجة تطبيق أو أي شيء آخر غير واضح بالنسبة لك. أفهم أن المصطلح API في البرمجة يكون عبارة عن وسيلة لتبادل البيانات أو خدمات بطريقة آمنة وأيضا بطريقة سريعة. يتم استخدام API غالبا في مواقع الانترنت أو برامج كمبيوتر أو تطبيقات الهواتف أو ألعاب أو في أنظمة بنوك أو آلات. تقريبا في كل مجال من مجالات التكنولوجيا مستخدمة بها API. سوف يتساءل بعض منكم، هل يمكنك أن تقوم بالتوضيح لنا ما هو API وكيفية استخدامها؟ بالمختصر افهم على ان API يكون مجرد صفحة على السيرفر يمكنه تلقي البيانات او اعادة البيانات. هذا هو كل شيء. الان بعدما تعلمت ما هو API، المصطلح الاخر الشائع الذي سوف تجده في كثير من الاحيان هو RESTful API او REST API او Web API. سوف يتساءل بعض منكم، ما هو الفرق بين REST API و API الذي قمت الآن بشرح لكم؟ الكلمة REST يكون مختصر من كلمة تالية، إذا قمت بترجمتها سوف يتم ترجمة لك نقل حالة تمثيلية أو ترجمة أخرى. بالمختصر REST API يكون عبارة عن API فقط يكون متصلة بأحد قواعد بيانات، غالبا يتم استخدامه للتحكم بالبيانات المخزنة في قاعدة بيانات بطريقة سهلة وبطريقة آمنة. على سبيل المثال لقراءة البيانات المخزنة ضمن قاعدة بيانات أو حذفها أو تحديثها أو إضافة بيانات جديدة بطريقة سهلة وبطريقة سريعة جدا. هذا هو REST API بالمختصر. الآن سوف أوضح لكم بعض الاستخدامات للREST API. بالاختصار يمكنك أن تقوم باستخدام REST API في أي شيء يتعلق بالقراءة أو حذف أو تحديث أي شيء يكون مخزن ضمن قواعد بيانات أو لتخزين مزيد من البيانات، كل ذلك بالطريقة السريعة وسهلة وآمنة بنفس الوقت. أي يمكنك أن تقوم باستخدامها في أي شيء يتعلق بالقراءة أو حذف أو تحديث أو إنشاء دون التحديث للصفحة إن كنت على سبيل المثال ترغب بإنشاء تطبيق ويب أو موقع ويب. بعض الأمثلة مثل تطبيقات الدردشة أو مواقع التواصل الاجتماعي. أو يمكنك استخدامه لعرض نتائج مباشر دون التحديث للصفحة، أو مثل صندوق البحث أو فلتر لتصفية البيانات في الموقع أو تطبيق خاص بك. تقريبا يتم استخدامه في كل مواقع أو تطبيقات أو ألعاب أو برامج حديثة. أيضا يتم استخدامه على سبيل المثال غالبا في برامج لرفع الملفات أو تطبيقات الويب لرفع الملفات على الإنترنت أو أي خدمات أخرى. يمكنك أخذ مثال من اليوتيوب. في اليوتيوب على سبيل المثال عندما ترغب بنشر فيديو أو ترغب بتحديث أي فيديو، أي شيء تقوم بها يتم حدوثها دون التحديث للصفحة. كل ذلك يمكنك قيام بالREST API. عندما تقوم باستخدام REST API بالاختصار يتم إرسال بيانات إلى السيرفر في الخلفية دون أن يتم تحديث للصفحة أو يقوم المستخدم بتحديث صفحة لتحديث البيانات أو لإرسال البيانات. بوضع العادي دون استخدام REST API على سبيل المثال في المواقع عندما ترغب بإرسال بيانات إلى السيرفر، عندما تقوم بإرسالها يتم تحديث للصفحة، وأيضا غالبا قد تلاحظ هناك بطء. منذ قليل تحدثت على الـ API، يسهل عليك تبادل البيانات بطريقة سهلة سريعة وأيضا بطريقة آمنة. لنقوم بإعطائكم بعض أمثلة وماذا أقصد. لنفترض ترغب بإنشاء تطبيق أو موقع لأجل عرض معلومات عن الطقس، فأنت لا تملك البيانات عن الطقس. في تلك الحالة ترغب على سبيل المثال بالتواصل مع جهة يقوم بجمع معلومات عن الطقس، وتلك الجهة يقوم بتخزين بيانات في قواعد بيانات خاص بها، وتلك الجهة يرغب على سبيل المثال بتزويدك بالبيانات. وطريقة لتزويدك للبيانات أما أن يقوم بإنشاء حساب وأيضا كلمة مرور للوصول إلى السيرفر الخاص بهم، أو يمكنه أن يقوم بإنشاء API على سبيل المثال صفحة على السيرفر يمكنك أن تقوم بإرسال طلب إلى ذلك الصفحة وهم يقومون بطبع البيانات التي أنت بحاجة إليه في ذلك الصفحة. عندما تقوم بطلب يقوم API بإعادة البيانات التي أنت بحاجة إليه، ولاحقا يمكنك أن تقوم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بتلك البيانات على سبيل المثال للتحويل للتطبيق لأجل عرض الطقس أو أي شيء آخر. بكل تأكيد الطريقة الثانية يكون أسهل وأيضا آمن أكثر.
لا يوجد أحد يقوم بإعطائك كلمة مرور واسم مستخدم للوصول إلى سيرفرات خاص بهم، لأن ذلك سوف يعرض سيرفرات خاص بهم للاختراق أو أي شيء آخر يتعلق بالأمان السيرفر خاص بهم. أتمنى أن يكون لديك الآن فكرة لبعض استخدامات REST API، أو على سبيل المثال في بعض الأحيان قد ترغب بإنشاء تطبيق أو أي شيء آخر مع الجهات الخارجية. على سبيل المثال ترغب بإنشاء تطبيق وترغب بالشراكة مع جهات أخرى بإدارة التطبيق على سبيل المثال، في تلك الحالة يمكنك أن تقوم باستخدام REST API. على سبيل المثال الجهات الأخرى يقومون على سبيل المثال بإدارة قسم من المعلومات التي يتواجد في تطبيق خاص بك، وأنت على سبيل المثال تقوم بإدارة قسم، وهكذا إن كان يتواجد مزيد كل منهم يديرون القسم خاص بهم، ويتم حدوث كل ذلك بطريقة آمنة. خذ مثالا من تطبيقات أو مواقع الحديثة، على سبيل مثال يجد مواقع المطاعم أو مواقع السفر أو أي موقع آخر تجد على سبيل المثال أكثر من شركة يقدمون خدمات خاص بهم بطريقة مشتركة في نفس المشروع. كل ذلك يمكنك القيام به من خلال REST API بطريقة آمنة وأيضا بطريقة سهلة. بالاختصار API سهلت علينا كثير من الأمور تقريبا في كل جهاز تكنولوجيا حديث أو برامج أو مواقع أو ألعاب أو تطبيقات الحديثة مستخدمة بها API في أكثر من قسم. ليس شرط أن تقوم باستخدام API للجهات الخارجية، يمكنك أيضا تقوم بإنشاء API خاص بك لتسهيل التعامل مع تطبيقات أو ألعاب أو برامج أو أي شيء آخر تقوم بإنشائه لأجل نفسك أو لأجل الآخرين. للملاحظة كثير من الأحيان يتم استخدام الجيسون لتبادل البيانات. جيسون يكون عبارة عن صيغة من بيانات يتواجد في لغة البرمجة جافا سكريبت. الكلمة جيسون يكون مختصر من كلمة جافا سكريبت Object Notation. أيضا قمت بشرح لكم ما هو جيسون وأيضا كيفية إنشائه. يمكنك أن تقوم ببحث كودر شيار جيسون وسوف تجد دروس قمت بشرح لكم ما هو جيسون وأيضا كيفية استخدامها مع الـ API. لنأخذ مثال آخر لاستخدامات REST API. على سبيل المثال في تطبيقات الدردشة، في تطبيقات الدردشة غالبا تشاهد عندما يقوم شخص ما بيرسل لك رسالة تتلقاها دون أن تقوم بعمل أي تحديث للصفحة، غالبا لأنها مستخدمة بها REST API الذي من خلاله يمكنك أن تقوم بجلب البيانات أو تحديث بيانات أو أي شيء آخر دون التحديث للصفحة. سوف يتساءل بعض منكم كيف يمكنك أن تقوم بإنشاء API؟ بالاختصار يمكنك أن تقوم بإنشائه عبر أي لغة برمجة يمكنها التعامل مع السيرفر مثل لغة الـ PHP أو عبر لغة الجافا سكريبت بواسطة إطار Node.js أو عبر لغة برمجة C Sharp أو Ruby أو Python أو جافا إلى آخره. سوف يتساءل بعض منكم أي منهم أفضل؟ لكي أكون صريحا معكم لا يوجد أفضل، هي حسب احتياجات خاص بك. بالمختصر المفيد قم بإنشاء API عبر اللغة اللي تتقنه وتجده سهل التعامل معه، في النهاية أنت الحر في الاختيار. وإذا بكل تأكيد يجب أن يتواجد دروس يقوم بشرح لك كيفية إنشاء API باللغة اللي ترغب باختيارها. بالنسبة لـ PHP قمت بشرح لكم كيفية إنشاء API من خلالها. بالنسبة للغات الأخرى أتمنى أن تجد دروس سهلة يوضح لك كيفية إنشاء API من خلال تلك اللغات. شكرا لكم على المشاهدة، أتمنى لكم التوفيق، إلى اللقاء. الآن سوف أعلمكم كيفية إنشاء API وأيضا REST API من الصفر إلى ما تصبحون محترفين. أنا سوف أقوم باستخدام اللغة الـ PHP لإنشاء API، ولكن أفهم المفهوم كيف يتم إنشائها في اللغات البرمجة الأخرى نفس المفهوم. طبعا هناك نوعان من الـ API، النوعية جيت ونوعية البوست. النوعية الجيت في بعض الأحيان قد ترغب بإنشاء API وترغب عندما يقوم شخص ما بعمل طلب وصول إلى API خاص بك بأن يتمكن من حصول على البيانات التي تقوم بتحديدها بنفسك بإعادتها للشخص الذي قام بطلب حصول على البيانات من الـ API. على البيانات من الـ API هذا النوع يكون من نوع جيت. بالنسبة للنوع البوست، الآخرين يمكنهم أن يقومون بإرسال بيانات إلى الـ API خاص بك، ولاحقا يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بتلك البيانات، وأيضا يمكنك أن تقوم بإعادة بيانات إن كنت ترغب بذلك بعدما يقومون هم بإرسال البيانات، وأنت يمكنك أن تقوم بإعطاء الرد على سبيل المثال تم النجاح أو أي شيء تقوم بتحديدها أي بيانات ترغب بها بصيغة جيسون. بكل تأكيد شرحنا لكم في الدروس السابقة كيف تحويل بيانات من نوع Array أو Object PHP إلى بيانات بصيغة JSON. لندخل إلى القسم العملي لكي أقوم بشرح لكم كيفية إنشاء API وأيضا أعطيكم بعض أمثلة. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن نوعية الجيت، وفي حلقة القادمة
سوف نتحدث عن النوعية بوست. هيا بنا، أتمنى أن يكون واضح بالنسبة لكم الآن ما هو API. سوف يكون كل شيء واضح بالدقة والتفصيل إن تابعت دورة جيسون API الذي يتواجد على قناتنا. سوف أقوم بإنشاء ملف في سيرفر. أنا أقوم باستخدام XAMPP أثناء الدورة. إن كنت تستخدم برنامج آخر لإنشاء سيرفر محلي أو لديك هوست وسيرفر على الإنترنت، قم بإنشاء في صفحة رئيسية الذي تم عرض الموقع في إكسامب، يكون في مجلة هات دوكس، يكون صفحة رئيسية في استضافات المحلية. سوف أقوم بإنشاء هنا مجلة في الصفحة الرئيسية بالاسم التالي. قم بالتحديد بنفسك الاسم من خلال المحرر الأكواد. سوف أقوم بفتح ذلك مجلة الذي قمت بإنشائها في الصفحة الرئيسية من السيرفر المحلي. الصفحة الرئيسية إن كان موقعك على الإنترنت يكون بالشكل التالي على سبيل المثال كودر شيار. الملفات التي تقوم بوضعها في الصفحة لكي يتم عرض الموقع الخاص بك. لنقوم بالتجمع لوكال هوست، قم بتحديث اسم المجلة. نعم بالفعل تم إنشاء بالنجاح. ضمنها سوف أقوم بإنشاء ملف PHP سوف أسميه index.php صفحة رئيسية. قم بتحديد بنفسك الاسم ملف أنت الحر في الاختيار. لإنشاء API من خلال ال PHP فأنت بحاجة إلى الأوامر التالية. من خلال الأمر التالي فإنك تخبر السيرفر والمتصفح على أن جميع المواقع يمكنه الوصول إلى ال API الخاص بك. إن كنت ترغب بإنشاء API يمكن على سبيل المثال بأحد مواقع بوصول إلى ال API على سبيل المثال الموقع التالي، كل ما عليك أن تقوم بوضع الاسم الدومين هنا طبعا مع البروتوكول، فسوف يتمكن ذلك الموقع من الوصول إلى ال API. المواقع الأخرى سوف يكون شبه مستحيل. إذا قمت بوضع علامة نجمة فإنك تخبر على أن جميع المواقع يمكنهم الوصول إلى API خاص بك. هذه النقطة مهمة بالنسبة لهذا الجزء. من خلال هذا الجزء فإنك تخبر المتصفح أنك ترغب بأن يكون الـ API الخاص بك يدعم الجيسون وأيضا الأحرف العربية والأحرف الكردية التي يكون كتابتها ليس بالشكل الإنجليزي، وأيضا أحرف ألماني. هناك بعض الأحرف كتابتها ليس مثل الأحرف الإنجليزية، وبالتالي من خلال هذا الجزء فإن نخبر المتصفح وأيضا السيرفر بأن يدعم تلك اللغات أيضا بشكل صحيح. بالنسبة لهذا الجزء منذ قليل تحدثنا على أنك يمكنك أن تقوم بإنشاء API من نوع طريقة إرسال جيت أو بوست، وهذا يوجد نوع يسمى Options و Delete. النوعين الأخيرة لا أعرف بالضبط لأجل ماذا يتم استخدامها. المهم لدينا هو النوعية جيت. إن كنت ترغب بجعل الـ API خاص بك فقط من نوعية الجيت، يمكن للآخرين بإرسال طلب من نوعية جيت يعني حصول على البيانات التي تقوم بها عادتها، يمكنك أن تقوم بوضع هنا جيت. إن كنت ترغب بأن يتمكن الآخرين من إرسال البيانات إلى الـ API الخاص بك، يمكنك أن تقوم بوضع نوعية بوست، أو يمكنك أن تقوم بجعلها من نوعية جيت وبوست وديليت وأوبشنز عبر وضع نجمة جميعهم. يمكنك أن تقوم بتحديد بنفسك. بالنسبة لهذا الجزء، هذا الجزء ليس مهم كثيرا ولكن ينصح بوضعه. هنا تقوم بالتحديد بالثواني قيمة. ربما قد سمع بعض منكم بالمفهوم كاشت ذاكرة مخبعة. هناك كثير من المتصفحات يقومون بالتخزين البيانات في ذاكرة مخبعة بحيث يتيح للمتصفح باسترجاع تلك البيانات بشكل أسرع عندما يتم طلب ذلك في وقت لاحق. هنا تقوم بتحديد الفترة حد الأقصى، يعني بعد كم ثانية ترغب بأن يقوم المتصفح بحذف البيانات في ذاكرة مخبأة. ليس كثير مهمة، قم بتجاهلها. المهم أن تفهم وظيفتها مثل ما قمت الآن بشرحها لكم. هذا الجزء يعتبر أيضا من أهم الأجزاء. من خلال هذا الجزء فإنك تعطي صلاحية وصول إلى API خاص بك من خلال المتصفح من دون ظهور أي أخطاء. إن لم تقوم بوضع هذا الجزء فسوف يتم عرض لك خطأ.
يمكنك أيضا تقوم ببحث في جوجل، سوف تجد أيضا هناك قيم أخرى يمكنك أن تقوم بتحديدها. في الوقت الحالي تم وضع جميع الطرق مسموحة للوصول إلى API خاص بك عبر المتصفح من دون أي مشاكل. يمكنك إعطاء accept، وأيضا يمكنك أن تقوم بوضع origin إن كنت ترغب، فقط الملفات التي تتواجد على نفس السيرفر بوصول إلى هذا المسار. يمكنك أن تقوم بوضع القيمة التالية، طبعا سوف تجد هنا كل شيء مشروعا، ولكن أنصحكم تقوم بوضع النجمة. بهذه الصورة يمكنك أن تقوم بإنشاء API من خلال اللغة الـ PHP. الآن لنقوم بأخذ مثال من نوعية API من نوع GET. عندما يقوم شخص ما بعمل طلب من نوعية GET للحصول على بيانات من الـ API خاص بك، يمكنك أن تقوم بإعادة له بيانات. لنفترض لدينا بيانات، على سبيل المثال لدينا فريابل سوف نسميها DAT يساوي، ضمنها يتواجد على سبيل المثال بيانات من نوع Array، وضمنها يتواجد على سبيل المثال كي نيم على سبيل المثال يحتوي على القيمة التالي على سبيل المثال بودر شير. المهم يعني بيانات يكون بصيغة Array أو Object، ولاحقا تقوم بتحويل تلك البيانات إلى بيانات بصيغة JSON. لنفترض أيضا لدينا كي على سبيل المثال سوف نسميها يكون قيمتها على سبيل المثال القيمة التالية. فقط مثال، إذا قمنا الآن بعمل print لعمل طبعا للبيانات لنشاهد البيانات عمل بشكل صحيح أو لا. سوف أقوم بالتحديث بس لو تشاهد قام بطبع لنا هذا الجزء يقول بيانات يكون بصيغة Array، لكن نتمكن من إعادة البيانات إلى المستخدم بصيغة JSON من دون أي مشاكل. يجب علينا أن نقوم بتحويل بيانات من نوع Array أو بيانات إن كان من نوع Object إلى بيانات بصيغة JSON. شرحت لكم في الدروس السابقة كيفية قيام ذلك. كل ما علينا من جديد أو نقوم بإنشاء فريابل آخر سوف نسميها JSON ديت يساوي، قم بتحديد بنفسك الاسم فريابل جيسون انكود، قم بتشفير بيانات الى بيانات بصيغة جيسون. لنشاهد الان النتيجة. يمكنك ان تقوم بتحديد بنفسك اي بيانات بعددها، المهم ان تفهم الفكرة. مثل ما تشاهد بيانات الان اصبحت بصيغة جيسون. فهذا يعني قمت بنشر API خاص بك على الانترنت، وتقوم بإعطاء رابط المسار الـ API إلى الآخرين لعمل طلب حصول على البيانات سوف يتمكنون من ذلك. لنقوم باستخدام جافا سكريبت للحصول على البيانات من الـ API التي قمنا به إنشائها. سوف أقوم بإنشاء ملف HTML سوف أسميها على سبيل المثال home.html. سوف أقوم بإنشاء عناصر HTML الأساسية. لنفترض لدينا سكريبت لكتابة أوامر جافا سكريبت ضمنية. في جافا سكريبت يوجد لديك أكثر من طريقة لعمل طلب من نوع الجيت للحصول على بيانات من الـ API. على سبيل المثال فيتش سوف أقوم باستخدامها. نقوم بتحديد المسار API الذي نرغب بجلب بيانات منها. في مثال حاليكم المسار التالي، المهم نقوم بتحديد المسار ثم نقطة ثم زين ثم ريسبونس رد يكون بيانات بصيغة جيسون، ولاحقا نرغب بإنشاء فريبل سميها ديت على سبيل المثال، وأرغب بالتحديد بنفسي ماذا أرغب بقيام بتلك البيانات. على سبيل المثال أرغب بعرض البيانات الذي سوف يتلقه من الـ API عبر كونسول والوضع المطورين في المتصفح. قم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات. هذا الجزء متعلق بجافا سكريبت، شرحت لكم كل شيء بالتفصيل أثناء دورة جافا سكريبت كيفية استخدام فيتش في دورة جيسون API. لنقوم بفتح ذلك المسار home.html ونقوم بفتح وضع مطورين الذي طلبنا بعرض البيانات من خلاله. لنشاهد هل API خاص بنا يعمل بشكل صحيح أو لا. مثل ما تشاهد يعمل من دون أي مشاكل. لنفترض أرغب بعرض على سبيل المثال القيمة التي تتواجد ضمن الفريابل السمى website
أوكي، مثل ما تقوم بتسميتها، مثل ما تشاهد. وذكر، يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك ماذا ترغب بإعادتها. أتمنى أن يكون الدرس اليوم واضح بالنسبة لكم. أراكم في الدرس القادم لكي أعلمكم مزيد من الأمور المتعلقة بـ API في لغة الـ PHP. إلى اللقاء. في بعض الأحيان قد ترغب بأن يتمكن المستخدم من الحصول على البيانات على سبيل المثال في حال قام بإرسال كلمة مرور أو شيء بواسطة الرابط إلى الـ API. على سبيل المثال عندما يقوم بعمل طلب حصول على البيانات من الـ API خاص بك الذي يكون من نوعية الجيت يقوم بعرض البيانات، ترغب بأن يتمكن المستخدم من إرسال على سبيل المثال شيء ما. في حال قام بإرسال شيء ما مثل ما ترغب في تلك الوقت بإعادة بيانات. سوف أعطيكم مثال. لنفترض لدي بيانات أرغب بإعطائها للأشخاص الذين يقومون بعمل طلب حصول على بيانات من الـ API خاص بي. في وقت الحالي أي شخص يقوم بعمل طلب حصول على البيانات من الـ API خاص بي سوف يحصل عليها. لنفترض أنا أرغب فقط بإعادة البيانات في حال تحقق الشرط أنا أقوم بتحديدها. على سبيل المثال أرغب بأن يتمكن المستخدم من إرسال أيضا بيانات عبر طريقة الجيت إلى المسار التالي، ولاحقا أقوم بوضع الشرط في حال تحقق الشرط أرغب بإعادة البيانات التي أقوم بتحديدها. في حال فشل على سبيل المثال أرغب بإعادة رسالة خطأ. فقط مثال. لنقوم بتطبيقها. كيفية إرسال البيانات عبر الرابط سهلة جدا. عندما يقوم المستخدم بعمل طلب يقوم بتحديد مسار API خاص بك، ثم يقوم أيضا بتحديد اسم الملف API ثم يقوم بتحديدها. ويمكن أن يقوم بإنشاء فريابرز ضمن الرابط. من خلال ذلك الأسماء الفريابرز يمكن أن يقوم بإرسال البيانات والسيرفر يتمكن من قراءة تلك البيانات. لإنشاء فريابرز في الرابط سهلة جدا، كل ما عليه أن يقوم بوضع هذا الشكل الخاص ثم يقوم بتحديد اسم فريابرز على سبيل المثال كي يساوي القيمة التي يقوم بتحديدها على 2 1 2 3 4، ويمكن أن يقوم بإضافة مزيد عبر وضع و. وبهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بإضافة مزيد من الفريابرز على سبيل المثال فريابر آخر أرغب بإنشاء يسميه يوزر نيم يساوي القيمة التي يقوم بتحديدها على سبيل المثال كل شيء. المهم أن تفهم الفكرة. ومن خلال الـ API بسهولة يمكن أن نقوم بإنشاء جملة شرطية if statement ونقول إن كان يتواجد فريابل من نوع طريقة إرسال get في الرابط يسمى username. فقط مثال، في مثال حال قمنا بإنشاء فريابل يسمى username وأيضا key، وأيضا إن كان لدينا أكثر من فريابل وفريابل آخر يسمى key، نرغب بأن نقوم بإنشاء شرط آخر أو أرغب مباشرة بأن نقوم بإعادة له البيانات. وفي حال لم يكن يوجد هذه الفريابلين في الرابط عندما يقوم المستخدم بعمل طلب قم بتحديد بنفسك الشرط، أنت الحر في الاختيار. أنا أعطيكم فقط مثال. أنا أرغب على سبيل المثال بإعادة البيانات التالية. على سبيل المثال أرغب بإعادة القيمة التالية مسج على سبيل المثال خطأ في الطلب أي شيء. لنقوم بتجربة. في الدرس السابق قمت بإنشاء ملف HTML وقمت بإنشاء ضمن فيتش للحصول على البيانات. طبعا في جافا سكريبت يتم استخدام فيتش، في لغات البرمجة أخرى يوجد طرق أخرى للحصول على البيانات من الـ API. مثل ما تشاهد قام بإعادة لنا البيانات، لأن بالفعل قمنا بوضع فريابلين الذي قمت بوضعه في الشرط، لأن الشرط التالي تحقق قام بتنفيذ الأمر التالي. طيب إذا قمت بإعادة وضع تلك الفريابلز فهذا يعني الشرط الذي قمت به وضعه لم يتحقق، وبالتالي سوف يتم تنفيذ الأوامر التالية. قم بوضع بنفسك الشرط، المهم أن تفهم الفكرة. لأن شيء ماذا سوف يقوم بإعادة لنا؟ خطأ في الطلب قام بتنفيذ هذا الجزء. ويمكنك أيضا على سبيل المثال بعدما تحقق الشرط التالي ترغب أيضا بإنشاء شرط آخر. هذه المرة على سبيل المثال ترغب بأن تقول إن كان فقط اليوزر نيم قيمتها يتساوى مع القيمة التي تقوم بتحديدها على سبيل المثال كودر شير، وأيضا على سبيل المثال ترغب بوضع شرط آخر وإن كان المفتاح، يعني تقوم بوضع شروط مثل ما ترغب بها. وإن كان القيمة التي يملكه الفريق يسمى كي يتساوى مع القيمة التالية.
طبعا في مثال حالي كي يحتوي على أرقام فقط، قد يحتسبها علينا بيانات من نوع أرقام، لذلك سوف أقوم بهذا مرة ثانية يساوي لكي لا يدقق النوع البيانات. لنشاهد الآن مثلا تشاهد الشرط تحقق. طيب إذا قمت بوضع قيمة أخرى على سبيل المثال كي 1 2 3 وهنا قمت بوضع بالشرط إن كان فقط الكي يتساوى مع القيمة التالية، لم يقوم بإعادة أي شيء، لذلك قام بإعادة الخطأ. لنقوم بوضع هيرتز وأرغب بإعادة القيمة من جديد. مثلا تشاهد قام بإعادة الخطأ منذ قليل لأنه لم يقوم بإعادة أي بيانات من نوع الجيسون، وبالتالي ظهرت خطأ لأنه يتوقع بأن يتم إعادة بيانات عندما يتم إرسال الطلب إلى الـ API. أتكون هذا الجزء أيضا واضح بالنسبة لكم، وأيضا تعلمتم كيفية إرسال بيانات من خلال الرابط إلى الـ API ولاحقا تقوم باستخدامها مثل ما ترغب بها. أتمنى لكم التوفيق وأراكم في حلقة قادمة لكي أقوم بشرح لكم النوع الثاني من الـ API. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن كيفية إنشاء API من نوعية POST. الـ API الذي يمكنه تلقي ملفات أو بيانات من قبل الشخص الذي يقوم بإرسال البيانات إلى الـ API خاص بك، ولاحقا عندما يقوم الآخرين أو أنت بنفسك بإرسال الملفات أو بيانات إلى الـ API خاص بك الذي يكون من نوعية الـ POST، يمكنك تلقي تلك البيانات وتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بتلك البيانات، وأيضا يمكنك إعادة رد للشخص الذي قام بإرسال بيانات إلى الـ API خاص بك، تقوم بالتحديد بنفسك. لندخل إلى درسنا اليوم لكي أعلمكم كيفية إنشائها. في البداية أنت بحاجة إلى الأوامر التالية التي قمنا بشرح لكم وظيفها في الدروس السابقة، وأنت بحاجة إلى فانكشن التالي مع القيمة التالية للحصول على البيانات التي تم إرسالها إلى الـ API خاص بك في حال قام شخص ما بإرسالها. في لغات البرمجة مثل لغة الـ PHP أو جافا أو جافا سكريبت، هناك كثير من الطرق يتم استخدامها لإرسال الملفات أو بيانات إلى الـ API. في حلقة اليوم سوف أقوم باستخدام طريقة قيام بذلك عبر جافا سكريبت، ولكن تذكر في اللغات الأخرى أيضا يوجد طرق ووسائل لإرسال بيانات إلى الـ API. إن كنت من متقنين اللغات الأخرى ابحث في جوجل وسوف تجد، خصوصا بالنسبة للذين يتقنون اللغة البايثون والسي شارب أيضا يوجد. في جافا سكريبت يوجد فانكشن يسمى فيتش، يمكننا من خلاله بإرسال بيانات إلى الـ API من نوع POST. طبعا تقوم بإنشاء API من خلال الـ PHP، فهذا يعني يجب أن يكون الملف التالي على السيرفر، قمت بوضعه في الدروس السابقة على السيرفر عندما قمنا بشرح لكم كيفية إنشاء API من نوعية الجيت لكي يعمل من دون أي مشاكل. لنفترض لدينا ملف HTML آخر في نفس المجلات، سوف نسميه home.html. في مسار كان لا يوجد أي مشكلة، سوف أقوم باستخدامها لإرسال بيانات إلى الـ API خاص بنا الذي قمنا بإنشائه. سوف أقوم باستخدام في مثال حالي جافا سكريبت لإرسال البيانات. في البداية نقوم بالتحديد إلى أي مسار نرغب بإرسال البيانات. نقوم بتحديد المسار إلى API يجب أن يتواجد على الإنترنت في حال إن كنت ترغب الآخرين أيضا بإرسال بيانات إلى API خاص بك. للتذكير على local host server محلي يمكنك فقط أنت على الكمبيوتر خاص بك بإرسال بيانات. ثم نقوم بوضع passname ثم هذه الأقواس. طبعا هذا الجزء متعلق بجافا سكريبت، يجب عليك أن تكون قد تعودت دور جافا سكريبت جيسون API، شرحت لكم بالتفصيل قبل هذه الدورة. نقوم بتحديد المحتوى ونقوم بتحديد النوع الإرسال يكون بوست في مثال حالي. نقوم بوضع هنا البيانات التي نرغب بإرسالها بصيغة جيسون، محول البيانات إلى نوعية بيانات النصي. لنفترض لدينا فريابل سوف نسميها date يساوي، ثم لنفترض لدينا object
أو أري نرغب بتحويل بيانات إلى بيانات بالصيغة JSON. في مثال خالص سوف أقوم بتحديد Object. لنفترض لدينا كي سوف أسميها username وقيمة على سبيل المثال القيمة التالية. قم بتحديد بنفسك أي بيانات ولدينا قيمة أخرى في الأوبجيك على سبيل المثال h يساوي 20. لنفترض نرغب بإرسال البيانات التالية إلى الـ API الذي أقوم بتحديدها. قم بتحديد بنفسك أي بيانات ترغب بإرسالها. أنا فقط أعطيكم أمثلة وأفكار. شرحت أثناء دورة JSON API JavaScript أكثر من طريقة لإرسال بيانات إلى الـ API PHP بالتفصيل. قم بمتابعتها لكي يكون كل شيء سهل بالنسبة لكم. حتى هذه اللحظة يجب أن يكون أيضا سهل. ونقوم بتحويل البيانات إلى بيانات بصيغة JSON يكون محول إلى نوع البيانات النصي لكي نتمكن من إرسالها. ويمكننا أيضا كتابة في حال كان يتواجد رد response من يعني بيانات أقوم بالتحديد بنفسي في الـ API لردها. أرغب أن يكون بيانات بصيغة النصي أو JSON حسب البيانات التي يقوم صاحب الـ API بإعادتها. ثم زين أرغب أن يشفر ويسميها API underscore date على سبيل المثال. قم بتحديد بنفسك الاسم فريبل ضمن الفريبل التالي سوف يتم تخزين البيانات التي سوف يقوم بإعادتها لنا API في حال صاحب الـ API قام بإعادة شيء ما. أنا انتهينا من هذا الجزء. يمكنك أن تقوم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات على سبيل المثال أرغب بإعادتها عبر الكونسول في وضع المطورين في المتصفح. طبعا هذا الجزء متعلق بالجافا سكريبت. الجزء المهم هنا لنفترض عندما يتم تنفيذ الأوامر التالية سوف يتم إرسال البيانات التالية إلى الـ API. طيب كيف يمكننا الحصول على تلك البيانات؟ بكل سهولة يمكننا نقوم بإكشاف فريبل نسميه date يساوي القيمة التي يتم إرسالها إلى المسار التالي. يمكننا الحصول عليها من خلال هذا الجزء من الأوامر. ولاحقا بكل سهولة نقوم بالتحويل تلك البيانات إلى بيانات بصيغة Object PHP عبر الفنكشن اللي يسمى JSON Decode يعني فك تشفير عن البيانات التي نقوم بتحديدها. في مثال حالي بيانات يتم تخزينها في نفس الفريبل. ولاحقا يمكننا بكل سهولة نقوم بالتحديد ماذا نرغب بقيام بالبيانات التي تم إرسالها إلى الـ API خاص بنا نحن الحر في الاختيار. طبعا يمكننا أيضا بسهولة بأن نقول اطبع لي القيمة التي يملك الفريبل التالي. إن قام الشخص ما مباشرة بوصول إلى ذلك المسار لن يحدث أي شيء لأنه لا يوجد أي قيمة ضمن الفريبل التالي بعد. طيب إذا قام الشخص ما بإرسال البيانات إلى الـ API خاص بنا مثل في وقت حالي أرغب بإرسال البيانات التالية سوف أقوم بفتح ملف التالي لكي يتم إرسال البيانات مباشرة إلى الـ API. وسوف أقوم بفتح الوضع المطورين ثم Network من جديد أقوم بتحديث لكي يتم إرسال من جديد. وأقوم بفتح مسار API مثل ما تشاهد قام بطبع لنا البيانات التي تم إرسالها إلى الـ API مثل ما قمت بطلبها. قم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات. قد تلاحظ أن البيانات تم تحويل إلى بيانات من نوع Object. فهذا يعني كنا نرغب بعرض قيمة أي بيانات يتواجد ضمن Object. يجب أن نقوم بتحديد الاسم الكي خاص بها. على سبيل المثال سوف أقوم بهذه الخطوة ونشاهد مثل ما تشاهد قام بعرض القيمة التي تتواجد ضمن ذلك الكي فقط. يعني يمكن اعتبار ضمن ذلك اسم فريابل. قد ترغب ايضا على سبيل المثال بانشاء جملة شرطية if statement. على سبيل المثال ترغب ان تقول ان كان يتواجد فريابل يسمى username ضمن القيمة التي يملكه الفريابل التالي يعني تقوم بوضع الشرط إن كان يتواجد هكذا فريبل يعني في حال تم إرسال بيانات عبر الاسم التالي
إلى المسار التالي مثل ما قمنا فيه مثل حال بقيام بها. أرغب على سبيل المثال بين تم تنفيذها وما الذي قم بتحديدها. على سبيل المثال أرغب عدد القيمة التالية بيانات بصيغة الجيسون عبارة عن أري، سوف أقوم بإنشاء كي يسميه على سبيل المثال كي أو باسورد أي شيء، أي بيانات تقوم بتحديده يساوي القيمة التي أقوم بتحديدها على سبيل المثال تيس 1 2 3 4، وأرغب بإعادة مزيد من البيانات على سبيل المثال إيميل يساوي القيمة التي أقوم بتحديدها. قم بتحديد بنفسك أي بيانات ترغب بإعادتها، أنت الحر في الاختيار. وإذا يمكنك أن تقوم بدل إعادة البيانات يمكنك مباشرة أن تقوم بتنفيذ أي أوامر بي اتش بي ترغب بها في حال تم إرسال البيانات إلى المسار التالي، على سبيل المثال لحفظ البيانات في قاعدة بيانات أو لقيام بشيء آخر تقوم بتحديده بنفسك. بالنسبة لإعادة القيمة أنت الحر في الاختيار، أنت لست مجبر قيمة، ولكن يمكنك أن أقوم أنا فقط بالتجربة بإعادة قيمة else في حال لم يتواجد هكذا فريابل. أرغب على سبيل المثال بإعادة رسالة التي أقوم بتحديدها على سبيل المثال خطأ. الشيء الذي سأقوم بطبيعه عبر الفنكشن التالي سوف يقوم بإعادتها إلى الشخص الذي قام بإرسال الطلب وإرسال بيانات. في مثال حالي من خلال الملف التالي من خلال جافا سكريبت نقوم بإرسال البيانات والطلب حصول على البيانات مثل ما تشاهد. طبعا سوف أقوم بجعل هذا الجزء كتعليق لأن في جافا سكريبت البيانات التالية ليس بيانات بصيغة جيسون، وبالتالي سوف يتم عرضنا خطأ مثل ما تشاهد. بما أننا قمنا بتحويل البيانات التالية لبيانات بصيغة جيسون، بالفعل قام جيسون بالفعل قام بإعادة لنا من دون أي مشاكل البيانات التي قمنا بطلبها. طيب سقمت بوضع هنا الشرط على سبيل المثال إن كان يتواجد فريابل يسمى كي، يعني تم إرسال بيانات عبر الاسم التالي أرغب بأن تم تنفيذ الأوامر التالية في الوقت الحالي لا نقوم بإرسال البيانات عبر ذلك الاسم، فهذا يعني ذلك الاسم فريابل لا يتواجد. شاهد ماذا سوف يحدث. خطأ. نعم هذه هي فكرة وبعض الأمثلة، أتمنى أن يكون الدرس اليوم واضح بالنسبة لكم. طبعا طابع دورة الذي قمنا بتقديمه على قناتنا في اليوتيوب في بلاي ليست قوائم التشغيل الدورة جيسون اي بي اي لكي تكون وحش ومحترف في التعامل مع الاي بي اي وايضا الجيسون عبر لغة الجافا سكريبت وايضا بي اتش بي وقواعد بيانات ماي اس بي ال وإنشاء تطبيقات احترافية وبسهولة. الدورة الجديدة قم بمتابعتها. أتمنى لكم توفيق وكل خير، وأتمنى أن تصبحون محترفين وايد قادرين على إنشاء تطبيقات احترافية وبسهولة. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء. في درسنا اليوم سوف نشرح عن كيفية إنشاء API من نوعية الجيت في لغة الـ PHP مع قواعد بيانات MySQL. طبعا أنا أقوم باستخدام برنامج XAMPP لإنشاء سيرفر محلي، شرحت لكم بالتفصيل في الدروس السابقة. سوف أتجه إلى مجلة الذي من خلاله يتم إنشاء صفحة رئيسية من السيرفر المحلي. سوف أقوم بإنشاء ضمن مجلة سوف أسميها سيرفر، ومن خلال محرر الأكواد سوف أقوم بفتح ذلك المجلة XAMPP Autodocs ثم مجلة التي قمنا بإنشائها. ضمنها سوف أقوم بإنشاء ملف PHP سوف أسميها index.php. قم بتحديد بنفسك الاسم الملف. لاختصار الوقت شرحت لكم هذا الجزء أثناء دورة الـ PHP وهذا الجزء أثناء هذه الدورة كيفية الاتصال بقاعدة بيانات خاص بك. لنقوم بتشغيل سيرفر محلي وأيضا قاعدة بيانات MySQL الذي قدم لنا برنامج XAMPP. هنا نقوم بوضع الاسم المستخدم للقاعدة بيانات خاص بك، هنا كلمة مرور وهنا الهوست خاص بك. في وقت الحالي نحن نقوم باستخدام لوكال هوست، وهنا الاسم قاعدة بيانات الذي يحتوي على جداول ترغب باستخدامها ضمن الـ API. قمت بكتابتها مثل الاسم قاعدة بيانات لدي، قم بوضع مثل ما هي لديك، وهذا جزء مهم جدا قم بوضعها لكي يدعم الأحرف اللغة العربية من دون أي مشاكل. أثناء دورة الـ PHP شرحت لكم بالتفصيل كيفية إنشاء API من نوعية الجيت
وايضا من نوعية البوست. في درسنا اليوم فقط سوف يكون زيادة هو استخدام القواعد البيانات MySQL مع PHP في إنشاء API. لنفترض بعدما قمت باتصال بقاعدة بيانات خاص بي أرغب بكتابة أوامر SQL على سبيسر لتحديد بيانات من أحد جداول، أقوم بتحديد بنفسي، ومن ثم بعد تحديد البيانات أرغب بالتحديد بنفسي ماذا أرغب بقيام بتلك البيانات. على سبيل المثال أرغب بأن أقوم بطبع تلك البيانات لكي في حال قام شخص ما بعمل طلب وصول إلى الـ API خاص بي يتم إعادة تلك البيانات إليها. لنقوم بعمل مثال. لنفترض لدي فريابل سوف أسمي items يساوي اتصال بقاعدة بيانات خاص بي وأرغب بتثبيتها بالوظيفة التالية prepare. هنا مثل العادة نقوم بكتابة الأوامر SQL خاص بنا. على سبيل المثال في مثال حالي أرغب بتحديد البيانات التي تتواجد في الجدول التالي التي تتواجد في قاعدة بيانات المحددة لدي. إذا نقول select ثم الأسماء العامدة التي نرغب بتحديد بياناتها، أو يمكننا أن نقوم بتحديد بيانات جميع العامدة. ثم from نقوم بتحديد الاسم الجدول اللي نرغب بتحديد البيانات المتواجدة منها. ثم يمكننا نقوم بوضع الشرط لكي يتم جلب لنا بيانات بناء عن الشرط اللي نقوم بكتابتها، أو يمكننا من دونها. أنا سوف أجرب من دون شرط لكي يتم تحديد جميع الصور من البيانات التي تتواجد في الجدول المحدد. ثم نقول قم بتنفيذ الأوامر المخزنة ضمن الفريابل التالي بهذه السهولة. ولاحقا بكل سهولة يمكننا نقول قم بتحويل البيانات التالية إلى بيانات من نوع Array. إذا نقول Fetch All، ثم هنا نقوم بكتابة PDO ثم هذه الشكل خاصة، ثم نقوم بكتابة Fetch Asoc لتحويل البيانات التي يقوم بتحديدها من الجدول التالي إلى بيانات من نوع Array. ولاحقا بكل سهولة نقول Print Underscore R ثم JSON Underscore Encode لتحويل بيانات إلى بيانات بصيغة Array. في مثال حالي نرى بتحويل بيانات بصيغة Array إلى بيانات بصيغة JSON. هذا هو كل شيء. لنقوم بتجربة API خاص بنا مثل ما تشاهد. يمكنك أيضا أن تقوم بإضافة إلى جوجل كروم إضافة جميلة للتجميل الأكواد بصيغة جيسون. تقوم بكتابة جيسون فيور ثم تقوم بإضافة الإضافة التالية. هناك كثير من إضافات جميلة مثل ما تشاهد. الآن عندما تقوم بنشر الـ API خاص بك على الإنترنت، وأي شخص يقوم بعمل طلب وصول إلى الـ API خاص بك سوف يقوم بإعادة البيانات التي قمت بتحديدها. في بعض الأحيان قد ترغب باستخدام الـ API اللي ستقوم بإنشائها فقط على السيرفر خاص بك. في تلك الحالة لا تقوم بإضافة هذا الجزء، لأن من خلال هذا الجزء سوف يتمكن الآخرين أيضا من وصول إلى الـ API خاص بك عندما تقوم بنشره على الإنترنت. لنقوم بتجربة الـ API خاص بنا على سبيل المثال من خلال الجافا سكريبت. لنفرض لدينا ملف HTML سوف نسميه app.html، وضمنها سوف أقوم بكتابة عناصر HTML الأساسية وأرغب بإنشاء سكريبت جافا سكريبت لكي أتمكن من كتابة الأوامر جافا سكريبت، وأرغب بعمل fetch ثم then ثم request سوي request dot json، أرغب بإعادة بيانات بصيغة json then، وأرغب في حال تم حصول على البيانات بالتخزين ضمن الفريابل التالي. طبعا هذا الجزء متعلق بالجافا سكريبت، حتى إن لم تفهمه في وقت الحالي سوف تتعلمه أثناء الدورة التالية. على سبيل المثال أرغب بإعادة البيانات عبر الكونسول. ما زلنا لم نقوم بتحديد أي API. هنا نقوم بتحديد المسار API الذي نرغب بعمل طلب حصول على البيانات منها. نقوم بوضع ضمن اقتباس نصي لنقوم بتحديد المسار API. هنا نحن نقول قم بعمل طلب إلى API التالي، ثم بعدما يصبح الطلب رغب بيانات بصيغة JSON من API. في حال تلقى الرد وبيانات يكون بصيغة JSON سوف يتم تخزين ضمن الفريابل التالي، ومن ثم يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام تلك البيانات. أنا طلبته بأن يتم عرضها عبر كونسول في وضع مطورين. لنقوم بفتح ذلك الملف. فقط أعطيكم مثال سريع لأن الجزء المهم يكون هنا. لنشاهد الكونسول مثل ما تشاهد. إذن API خاص بنا يعمل من دون أي مشاكل. يمكنك أيضا أن تقوم بإضافة حماية. على سبيل المثال ترغب الآخرين أيضا أن يتمكنون من وصول إلى API خاص بك، ولكن البيانات فقط يقوم بإعادتها على سبيل المثال للذين يقومون بإرسال مع الطلب، على سبيل المثال كلمة مرور أو شيء آخر. على سبيل المثال في الرابط أرغب بأن يتمكن الآخرين من إرسال كي. هنا قمت بإنشاء فريابل سميته كي من نوعية إرسال جيت يساوي
أعرض بمثال 1 2 3 4 فقط مثال. في الـ API الخاص بك ترغب قبل أن يتم طبع البيانات وإعادتها للشخص الذي قام بعمل طلب، ترغب بإنشاء جملة شرطية تقول if إن كان يتواجد فريابل من نوعية إرسال get يسمى على سبيل المثال key في مثال حالي أحرف صغيرة والكبيرة حساسة، ترغب من جديد بالتحقق من القيمة الخاص بها. على سبيل المثال ترغب أن تقول إن كان القيمة الذي يملكه الفريابل التالي يتساوى مع القيمة التالية على سبيل المثال أو بيانات من نوع نصي، ترغب أن يتم تنفيذ الأوامر التالية. فهذا يعني أنك قمت بوضع الشرط، والشخص الذي يقوم بعمل طلب وصول إلى الـ API الخاص بك في حال لم يقوم بإرسال فريابل من نوعية إرسال جيت مع القيمة التي قمت بتحديدها أو حسب الشرط الذي سيقوم بتحديدها، فلن يتم تنفيذ الأوامر التالية في حال قمت بوضع هذا الجزء الثاني. وترغب على سبيل المثال في حال قام شخص ما بعمل طلب وصول الى API خاص بك دون اضافة فريابل من نوعية ارسال جيت مع القيمة التي قمت بتحديدها، ترغب على سبيل المثال بان تقوم بكتابة print underscore قم بالطبع لي بيانات بصيغة JSON encode، على سبيل المثال ترغب بإعادة array، على سبيل المثال ضمنها ترغب بإضافة قيمة، ترغب بتسمية الكي على سبيل المثال error والقيمة خاص بها تقوم بتحديد بنفسك. على سبيل المثال فقط مثال قمت بتحديد بنفسك الأوامر التي ترغب بأن يتم تنفيذها في حال لم يتحقق الشرط. وهنا في حال كان يتواجد الفريابل التالي ولكن القيمة التي يملكه الزارف كفريابل ليس مثل ما قمنا بتحديده في الشرط التالي، أرغب على سبيل المثال بكتابة كلمة مرور غير صحيحة. هنا يقوم بعرض لنا خطأ، نعم هنا مرتين. لنقوم بتجربة الآن، سوف يعمل في وقت الحالي. طيب في حال قام المستخدم بمحاولة بعمل طلب وصول الـ API من دون إضافة فريابل من نوع طريقة إرسال جيت يسمى كي مثل ما تشاهد، حدث خطأ ما هذه القيمة التي قام بإعادتها. طيب إذا قام ب إنشاء فريابل من نوع جيت يسمى كي مثل ما نحن نطلب بها ولكن القيمة على سبيل المثال يكون قيمة مختلفة، على سبيل المثال 1 2 3 4 5 ليس مثل القيمة التي قمنا بوضعها هنا مثل ما تشاهد، قام بالتنفيذ الجزء التالي. فهذا يعني أنت الحر في التحكم بالـ API خاص بك وتقوم بإعادة ما تشاء. أتمنى لكم التوفيق وأراكم في الحلقة القادمة لكي نتحدث عن الجزء الثاني API من نوعية إرسال بوست. إلى اللقاء. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن كيفية إنشاء API من نوعية البوست بواسطة لغة الـ PHP وإلى قاعدة بيانات MySQL. في بعض الأحيان قد ترغب بأن تقوم بإنشاء API أو لكي يكون واضح بالنسبة لكم ترغب بأن تقوم بإنشاء ملف PHP على السيرفر الخاص بك ويكون قادر على تلقي البيانات التي يقوم الآخرين بإرسالها إلى الملف الـ PHP الخاص بك، ولاحقا يمكنك أن تقوم بالتحديد ماذا ترغب بقيام بتلك البيانات. على سبيل المثال ترغب بحفظ تلك البيانات في قاعدة بيانات خاص بك أو ترغب بتحديث بيانات يتواجد في قاعدة بيانات خاص بك إلى آخره. المهم أن تفهم الفكرة. كيفية إنشاء API من نوع بوست الذي يمكنه أن يتلقى بيانات سهلة جدا. سوف أقوم بحذف هذا الجزء الذي قمنا باستخدامه في الدرس السابق. في البداية نحن بحاجة إلى الأوامر التالية وأيضا هذا الجزء لكي نتمكن من إنشاء API من نوعية البوست لكي يتمكن الآخرين من إرسال بيانات إلى الملف الـ PHP الخاص بنا، ولاحقا نحن بحاجة إلى إنشاء فريابل. على سبيل المثال سوف أقوم بإنشاء فريابل يسميها date يساوي، نحن نرغب في حال تم إرسال بيانات إلى سيرفر إلى ملف الـ PHP التالي file get contents نرغب به الحصول على تلك البيانات. طبعا القيمة افتراضية يجب ان يكون PHP هذا الشكل خاص ثم سلاش ثم input للحصول على البيانات التي تم ارسالها الى ملف الـ PHP التالي. بما ان البيانات التي سوف يتم ارسالها الى الـ API الخاص بنا سوف يكون بيانات بصيغة JSON او بيانات مشفرة، اذا نحن بحاجة الى فك التشفير عن تلك البيانات. اذا نقول قيمة جديدة للفريابل التالي يساوي JSON decode الفونكشن الذي يقوم باستخدامها لفك التشفير عن بيانات الذي يكون بصيغة JSON في مثال حالي البيانات التالية. الآن عندما يتم إرسال بيانات إلى ملف الـ PHP خاص بنا أو API خاص بنا سوف يتم تخزينها ضمن الفريابل التالية بيانات بصيغة Object، ولاحقا يمكنك أن تقوم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بتلك البيانات. على سبيل المثال أرغب بإنشاء API على سبيل المثال يتم استخدامها لتخزين بيانات ضمن الجدول التالي. الجدول التالي يملك
أربعة من عمود التالي يكون من نوع بريمير كي، لا يتم تحديد لا بيانات، لا يتم تحديد القيم، ولدينا ثلاثة عمود أخرى. على سبيل المثال قد بإنشاء API يتم استخدامها لإضافة بيانات إلى الجدول التالي. المهم أن تفهم الفكرة، أنت الحر في تحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات الذي يقوم الآخرين بإرساله إلى الـ API خاص بك. في حال كنت ترغب بأن تتمكن أنت فقط على السيرفر خاص بك من إرسال البيانات إلى الـ API، يمكنك أن تقوم بجعل هذا الجزء كالتعليق لكي لا يتمكن الآخرين من الوصول إليها. إن كنت ترغب بأن يتمكن الآخرين من الوصول إليها من خلال موقع آخر، يمكنك أن تقوم بإضافة هذا الجزء. أنت الحر في الاختيار بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات الذي يقوم الآخرين بإرسالها إلى API خاص بك، إلى الملف PHP خاص بك الذي تواجد على السيرفر على الإنترنت في حال قمت بنشره على الإنترنت. قبل كل شيء يجب عليك أن تقوم بتحديد الملف PHP خاص بك عبر أي أسماء يتلقى البيانات. على سبيل المثال بواسطة اسم يسمى text، يعني عند إرسال البيانات تقوم بإنشاء Object وتقوم بالتحديد عبر أي أسماء ترغب بإرسال البيانات إلى API. لنفترض قبل كل شيء بأن تم تحقق، على سبيل المثال أنا أتوقع أن الـ API خاص بي يتم إرسال بيانات عبر الاسم text وأيضا date. إذا نقول set إن كان يتواجد ضمن الأوبجكت التالي variable يسمى text وأيضا variable يسمى date، يعني أنا أتوقع يتم إرسال بيانات عبر هذه الأسماء الكيس. في حال لم يتواجد else أرغب على سبيل المثال بأن يتم طبعة القيمة التالية بيانات بصيغة JSON مشفر JSON array وارغب بإنشاء كي يسميه error على سبيل المثال وقيمة التي يقوم بإعادتها على سبيل المثال القيمة التالية حدث خطأ ما أي شيء، يقوم بتحديد بنفسك في حال لم يتحقق الشرط الذي قمت بوضعه. في حال تحقق الشرط على سبيل المثال ترغب باتصال بقاعدة بيانات خاص بك، قم بتحديد اسم قاعدة بيانات خاص بك. نحن نرغب على سبيل المثال في حال تم إرسال بيانات إلى الـ API خاص بي على سبيل المثال بإنشاء فريبل سميه على سبيل المثال @date إضافة بيانات، قم بتحديد بنفسك الاسم فريبل يساوي اتصال بقاعدة البيانات خاص بنا، الاتصال يكون مخزن ضمن الفريبل التالي. ثم نقوم بتزويده بـ Object Prepare لكي نتمكن من كتابة أوامر SQL لتنفيذها على قاعدة بيانات خاص بنا. نحن نرغب على سبيل المثال بإضافة بيانات، إذا نقول Insert into ثم نقوم بتحديد الاسم الجدول الذي نرغب بإضافة له بيانات، في مثال حالي يسمى بالاسم التالي، قم بتحديد بناء عن الاسم الجدول لديك insert into ثم نقوم بإنشاء الأقواس ثم values بالأحرف الكبيرة. هذه الأمور يجب عليك أن تعلمتها أثناء دورة SQL وMySQL قبل بدء دورة PHP وMySQL، يعني لا يوجد أي شيء جديد. هنا نقوم بتحديد الأسماء العامدة الذي نرغب بإضافة له بيانات، في مثال حالي لدينا text ولدينا أيضا time ولدينا date والقيم على سبيل المثال لأجل text أرغب بتزويدي عبر بين pairm ولأجل الوقت أرغب بتحديدها تلقائيا current time من خلال الأمر التالي يمكننا حصول على الوقت الحالي، ولأجل التاريخ أرغب أيضا بتزويدها عبر بين pairm. لنقوم بتحديد البيانات للعمدة التي لازلنا لم نقوم بتحديد لها بيانات عبر بين pair text لدينا date والقيمة لأجل text يأتي من خلال الفريال التالي، ولأجل date لأجل التاريخ يأتي من خلال الفريال التالي. ولاحقا أرغب في حال تم تنفيذ الأوامر بأن يتم تنفيذ الأوامر الذي يقوم بعوده هنا، على سبيل المثال أرغب بإعادة بيانات بصيغة JSON ضمن كي يسمى message على سبيل المثال والقيمة يكون القيمة التالية تم إضافة البيانات بالنجاح، فقط مثال. في حال فشل أرغب بإعادة القيمة التالية، فقط مثال. أثناء التجربة يمكنك أن تقوم بقول vardump فقط للتجربة، قم بعرض لي الخطأ الذي حدث error info. لهذه السهولة إذا قمنا الآن بفتح الـ API خاص بنا الذي قمنا بإنشائه، مثل ما تشاهد سوف يكون بشكل التالي، حدث خطأ ما مثل ما طلبنا لأنه لم يتحقق الشرط التالي. لنفترض لأجل التجربة أرغب بإرسال بيانات إلى الـ API الذي قمنا بإنشائه، قمت سابقا بإنشاء ملف HTML ضمن قمت بإنشاء سكريبت
في البداية سوف أقوم بإنشاء فيتش من نوعية إرسال بوست. في البداية نقوم بتحديد المسار الذي نرغب بإرسال بيانات إليها. نقوم بتحديد مسار API فاصلا، ثم تقوم بإنشاء الأقواس. هنا تقوم بتحديد ميثود يكون طريقة إرسال بوست فاصلة أرغب بتحديد المحتوى الذي أرغب بإرسالها، يكون عبارة عن بيانات بصيغة جيسون محول البيانات من نوع النصيب. نقوم بإنشاء فريابل على سبيل المثال var date يساوي بيانات الذي نرغب بإرسالها، يكون بيانات بصيغة object ضمن يتواجد على سبيل المثال key يسمى text. text يساوي على سبيل المثال القيمة التالية test from app.html. قم بتحديد بنفسك القيمة، المهم أن تفهم الفكرة. أرغب بإرسال بيانات بواسطة الاسم التالي وأيضا بالاسم التالي للتجربة. وإذا يتواجد لدينا كي يسمى date يساوي القيمة على سبيل المثال القيمة التالية، أو يمكنني بكل سهولة أن أقوم بتحديد القيمة التالية من خلال ال SQL current date لأجل التاريخ. بعدين نحن لسنا بحاجة إلى هذا الجزء لتوفير الوقت فقط، وأيضا هذا الجزء بكل سهولة. نقول نرغب بإرسال البيانات التالية إلى الـ API، وعندما يتلقى الرد request يكون الرد عبارة عن بيانات بصيغة جيسون، وأرغب بتخزين تلك البيانات ضمن فريبل سميها myDate. قم بتحديد بنفسك الاسم فريبل، أنت الحر في الاختيار. سوف يتم تخزين ضمنها البيانات التي يقوم بعرض لك الـ API، ولاحقا أرغب على سبيل المثال بعرض القيمة التي يقوم بعرض لنا الـ API من خلال وضع مطورين كونسول. في وقت الحالي نحن نقول قم بإرسال إلى الـ API التالي القيمة التالية، وفي حال تلقى الرد قم بعرض الرد الذي يقوم بعرض لنا الـ API من خلال الوضع مطورين. نحن طلبنا في حال تحقق الشروط وتم إضافة البيانات بالنجاح بأن يتم إعادة هذا الجزء، وفي حال فشل يقوم بعرض لنا الخطأ. وما هو الخطأ؟ قم بجعل هذا الجزء كالتعليق بعدما تنتهي من تجربة الـ API على أنه يعمل بشكل صحيح أو لا لأجل الأمان. app.html نقوم بفتح الملف الذي طلبنا وصول إلى الـ API من خلاله، ونقوم بتشغيل وضع مطورين ثم كونسول. إن ظهرت لدينا خطأ، نعم لنشاهد ما هو الخطأ. من جديد نعمل تحديث HTML. أين هي؟ يوجد خطأ ما هنا قمت بارتكابها. يجب أن يكون البوست ضمن التواصل النصي كقيمة، وإلا سوف يعتقد جافا سكريبت على أنه فريابل. مثل ما تشاهد تم إضافة البيانات بالنجاح. لنقوم بتحديث القاعدة بيانات خاص بنا مثل ما تشاهد. المهم في درسنا اليوم أن تتعلم كيفية إنشاء API من نوعية إرسال البوست مثل ما قمت بشرح لكم. الآن نصيحتي لكم لكي تكونوا قادرين على إنشاء مواقع جميلة ومحترفة بواسطة الـ API بالتوجه إلى الدورة التالية، أو لكي تتمكن من إنشاء أنظمة لتبادل البيانات بطريقة آمنة وبسهولة وباحترافية. إذا كنت ما زلت لست مشتركا في قناتنا قم بالضغط على زر الاشتراك وقم بتشغيل زر الجرس، ولا تنسى إعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك أفضل الدروس لتعلم البرمجة مجانا.